أحد الدعاة يخبرني أن رجل أصيب أحد أبناء عمره 10 سنوات، يقول فجأة تفاجأت تغير لونه وبدأ ينحف ويهزل الولد، فذهبت به إلى المستشفى فكشفوا عليه فتبين أن الولد معه سرطان. يقول فحزنت حقيقة أيما حزن. يقول مرة من المرات، طبعا من غير السعودية، يقول خرجت في إحدى الأحياء الشعبية فمررت فإذا بعجوز امرأة تأخذ الطعام من الزبالة أكرمكم الله والمشاهدين، وهذا المشهد أتوقع أنه موجود في كثير من بلدان المسلمين. يقول فألمني هذا المشهد، تخرج أكياس من الزبالة ثم تنفضها وتخرج الطعام وتذهب بها. يقول راقبتها ثم جئت فسألتها بعد أيام، تعالي من أنت يا أمي؟ قالت أنا مسكينة عندي 7 من البنات والله لا أجد ما أطعمهم إياه إلا ما يتركه الناس في هذه الزبائن والقمامة. يقول فرحمتها فذهبت بها إلى الجزار، قلت أعطيها لحما كل يوم وهذا حسابه علي. وذهبت بها كذلك إلى من يبيع الملابس فقلت أعطيها لها ولبناتها كل 6 أشهر ما تلبسه وتكسو نفسها وبناتها والحساب عندي. وذهب إلى المحلات الأخرى يحلف بالله ما هي إلا فترة بسيطة والولد يأخذ علاجا. يقول ذهبت إلى المستشفى ثم كشف الطبيب عليه فقال للدكتور وين الولد اللي كان مريض؟ قلت هذا هو. قال والله العظيم أن التقارير عندي تقول بأنه سليم. قلت والله العظيم هذا ولدي المريض الذي كان يأتي. قال أحد أمرين، إما أن الكشف كان خطأ وإلا أن الشخص غير المريض الذي قد أتانا قبل هذه المرة. يقول فقرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي داووا مرضاكم بالصدقة، فعلمت أن القرب من الناس والفقراء أقول كله خير، أقول للناس انزلوا كونوا بسطاء.